أكاديمية البحيرة. كلمة اليوم هي طيبة من عند الله معطرة بأذكى الكلام وأفضله، إلى أن من كان قدوة لنا ولمن كانوا قبلنا وسيظل هكذا. يسرف قسم السنة الخامسة واحد أن يقدم لكم الإذاعة المدرسية لهذا اليوم. في مثل هذا اليوم سنة 2013 الصين تطلق عربتها الفضائية الأولى التي تهدف إلى استكشاف القمر. هل تعلم أنه قد تم العثور على أول فيروس أصيب به النبات والحيوان من 100 سنة فقط؟ والآن مع حكمة اليوم. إن الله يمهل ولا يهمل. أكاديمية البحيرة. حالة الطقس. طقسنا اليوم: السماء صافية في أغلب مناطق البلاد، درجات الحرارة القصوى تكون بين 16 و 19. وفي الختام نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم فقرات إذاعتنا مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم دراسي رائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.